نشر شائعة، يعني خلينا نقول مثلا يعني شخصية في مثلا واحد من هالمشاهير قالوا انه مات، وصار الواحد مثلا من اللي مطلع هالشائعات. يعني عندنا عادل إمام ياما مو كل يوم يموت عادل إمام، تمام، الله يحفظه، الله، محمد عبده دائما يقولون نسمع عنهم إشاعات هذول، يعني وتم الوصول اللي طلع هالإشاعة. هذا وش يمكن؟ لا، هو لا يمكن أن نقول الأمثلة التي طرحت هذه أمثلة الضرر يكون فيها خاص لأشخاص. أنا عشان كذا أبيك تفصلها. نعم. إذا كان الضرر خاص يتقدم، وإذا كان الضرر عام على الأمة. نعم. وعلى المجتمع وعلى الوطن. نعم. فصل لي إياها. نعم، إذا كان الضرر خاص كما ذكرت في الأمثلة المثالين الأخيرين، هذه يتقدم المتضرر بدعوى جزائية أمام المحكمة مباشرة دون أن تتدخل النيابة العامة. النيابة العامة لا تتدخل إلا إذا كانت الشائعة تضر المجتمع. فهي تمثل المجتمع. النائب العام في المملكة العربية السعودية هو لا يمثل شخصه، إنما يمثل المجتمع ككل. فهو عندما يوجه بالقبض على فلان أو يوجه بتحريك الدعوة الجزائية على فلان، هو لا يمثل شخصه، إنما يمثل المجتمع، حيث فوضه ولي الأمر بالمحافظة على هذا المجتمع، على أمنه الاقتصادي، أمنه الاجتماعي، أمنه السياسي. فهو مخول بإقامة الدعوة الجزائية فيما يضر المجتمع. نعم. طيب. أما الضرر الخاص فيتقدم به المتضرر منها.